السلام عليكم، حلقة جديدة من تواصل دوت كوم اليوم، وكما كل يوم لدينا المزيد والمزيد من الأخبار التي شغلت ساحة التواصل الاجتماعي. نتحدث عن فيسبوك، تويتر، كذلك نتحدث عن يوتيوب. من زحمة الأخبار والواقع التي ملأت العالمين الافتراضي والواقع، اخترنا لكم مجموعة من العناوين، أربعة من العناوين. نبدأ مع أولها: تكرار إذلال العراقيين الراغبين بالدخول إلى كردستان. أحد الشهود يتحدث عن سياسة ممنهجة، واستمرار مسلسل اعتداء الأجهزة الأمنية على المواطنين. آخر الحلقات: ضرب سائق تاكسي مسن في بغداد. ونقيب في الأمن الوطني يقتحم مديرية زراعة واسط برفقة صديقه المسلح للحصول على قطعة أرض في مزاد. وأخيراً معمم يقول إن الأجهزة الأمنية مليئة بأشخاص لا علاقة لهم بالعسكرية. تتوالى شهادات العراقيين الذين يحاولون الدخول إلى كردستان. نسمع هذه الشهادة. إذا ما بيها صارت إنه أنا رحت منه مريض على عملية مال عيوني، شايل هم الطريق والعملية، فما لبست ملابس، يعني كنت كلش شايل هم العملية، تعرفون التجراحية ومكان حساس والعين شوية خوف. رحت أنا ما كنت يعني متوقع إنه هيك الاستقبال راح يكون، فرحت بهدوم العادية مال البيت يعني. فمن وصلت قالوا عندك اشتباه باسمك، زين جنسية والدك، جبت جنسية والدي. هذا هاي عرقلة ما قلت لا والله أبد، ما تلاسنت ويا حد، ذين حق هذا. رحت جبت جنسية والدي، اعطيتهم قروها، قالوا لا أنت مو أنت. بس أثناء الجسمه شافوني لابس ملابس، قاموا يصرحون علي، يعني يريدون شلون يستفزون. فجاوبتهم عاني يعني باسلوب زين، يعني ما خليتهم يحسون انه هاي. قلت لهم ليش يعني تصيحون علي؟ ماكو داعي، عندي شيء زنوني، ما عندي شيء خلوني اطب. هاي هويتي وهاي قدامكم وهذا اني، واني يعني وياي شاهد الموت. قلت صاحوا له حكي نفس الحكي، قال لهم يا ترى احمد هيك وهيك وعنده عمليه وباكر اليوم العفو فحوصات باكر العمليه. ثالث كلام ضربني واحد على بطني. قلت له ليش مديدك علي؟ قلت له انا عراق وجاي بلدي، على اي اساس تضربني؟ قلت له انا ما متجاوز عليك حتى تمديدك علي. المهم قام نقيب والثاني ضباط اثنين، واحد يضربني على رقبتي، فانا ما تحملت صراحه، قلت له لهنا ووقفوا. الخطير في كلام الشاب، يعني الشاب يتكلم في آخر الفيديو يقول هناك أوامر بإذلال مثلاً 10 وعدم إذلال 100 يمرون على من سيطرات الأكراد، يعني حتى يكذب البعض البعض، يعني سيطرات الأكراد بتذل 10 كما هذا الشاب و100 بدون إذلال، حتى يكذب هذا ذاك. خطة ذكية من الجماعة في كردستان. العراقي لا يذل في كردستان فقط، الفضل يعني على الهامش، الفضل في كشف مثل هذه القضايا هي للتليفون. يعني هذا الشاب ذل فصور على التليفون وانتشر المقطع. الفضل للتليفون ووسائل التواصل الاجتماعي، تنتشر هذه المقاطع عبر الفيسبوك وعبر التويتر. بإمكان أي عراقي يوثق أي ظلم يقع بحقه، أصبح الموضوع سهلا. أو بإمكان أي عراقي أن يوثق أي ظلم بحق أي عراقي آخر. بسيط الموقف، نشاهد. هذه دورية للرد السريع. اعتدت على سائق تاكسي، سائق تاكسي رجل كبير يعني كبير في السن، قرب مول النخيل في بغداد. لماذا ضربوه وأهانوه؟ لأن السائق هذا السبب، لأن السائق لم يتمكن من فسح المجال لهم لكي يمروا بسبب الازدحام فقط، فأهانوه. يقال أن السائق معه نساء في السيارة، أهانوه أمام النساء، بس هذا السبب. الدورية ينتظرها مهام جسام. أمن العراق القومي ينتظر هذه الدورية، أمن العراق القومي كله على المحاكم ينتظر وصول
الشباب في هذه الدورية، والسائق يمنحهم من التقدم فأهنوه وضربوه. هذا الفيديو صوره مواطن آخر يعني على ناصية الشارع. هو هذا المطلوب، خليهم ينفضحوا يعني. فوضى الأمور، لأنه فوضى على رأي هي فوضى على رأي خالد يوسف. الفوضى وصلت بالعراق إلى حدود ما بعد الخرافة. نشاهد هذا الفيديو. نقيب ياسر علي منجل، وهو نقيب في الأمن الوطني، هذا اللي معه مرافقه صديقه يحمل مسدس يبعد الناس، يعني هو ظاهر أنه يرفع المسدس أمام الناس. هذا صديق النقيب يبعد الناس، وهذه مديرية زراعة واسط. هذا صديق نقيب يعني يشهر مسدسه أمام الناس يمنحهم من الدخول إلى أين؟ لأنه في مزاد للحصول على قطعة أرض في مديرية زراعة واسط. هذا صديق النقيب، هذا هو الأفندي، يحمل مسدسه في دائرة رسمية يمنع الناس من الدخول إلى المزاد، لا يريد أحد، فقط لصديقه اللي هو سيادة النقيب ياسر علي منجل. هذا هو يتبختر، واضح بالمسدس يمنع الناس من دخول مزايدة لشراء قطعة أرض اللي هي 12,000 دونم في مديرية زراعة واسط. جهارا نهارا، حقه صديق سيادة النقيب، حقه، لأنه النقيب يريد الأرض ولا يريد أن يكسر بخاطره، حقه، أي صداقة الحقيقية، صديق وقت الضيق. وهنيئا للنقيب منجل بهكذا صديق. لكن المفاجأة أنه النقيب منجل له أصدقاء كثر، ليس فقط هذا الذي يشهر مسدسه، هناك أصدقاء كثر. نشاهد من؟ لا، هذه شرطة، دورية شرطة أتت للمكان، يبدو الناس بلغت يعني، فأجت دورية شرطة. ويعني يفترض أنه على الأقل يعتقلون لصديق النقيب، يا أخي يسألوه أنت ليش شهر مسدسك؟ هذا هو الصديق النقيب، عادي يتجول يتكلم على الموبايل، والدورية هذه دورية الشرطة، عادي جدا. ايه يا جماعة، طيب واللي أشهر مسدسه؟ يا أخي اعتقال أو مو اعتقال، حسسونا أنه عم تعتقلوه يعني، أي شيء اسألوه أي شيء. لا، هذا ماسك القبضة ويتصل بما أنت تكلم. هذا صديق النقيب واضح أمامك، لماذا لا تعتقلوا؟ بسبب إشهار السلاح في دائرة رسمية، دائرة رسمية يشهر فيها السلاح. لكن يبدو أصدقاء سيادة النقيب أو لا، ككثر أصدقاء سيادة النقيب منجل، يخي يريد أن يأخذ قطعة الأرض وأخذها، يعني كما يقال أنه أخذها، مبروك. لكن سيادة النقيب منجل إذا اشتهيت قطعة أرض أخرى يعني في المرات القادمة، أنصحك لا تنسى صديقك، كذلك لا تنسى أنه في كاميرات مراقبة، كاميرات مراقبة، العراقيين كلهم شافوا هذا الموضوع. أنت فايت لمديرية زراعة واسط بالسلاح. سيادة النقيب منجل، البعض يقول أنه وغيره لا نقيب ولا من يحزنون، هم أشياء أخرى يعني، كانوا عاطلين باطلين، وبالدمج أصبح كل واحد يعني زت رتبة على كتفه. نشاهد من يقول هذا الكلام. أنا رجال صياد، أفتهم بالصيد، تخليني ملك وأحكم الوادي ما أعرف. سعاد زين هذا عاقل والله، شو إحنا قاموا والجرود، ما أدري، مع احترامي في ترمى سيارات لا يقرأ ولا يكتب، وجه وزور له شهادة وصعد، ما أدري صار، وما أدري هذاك الثاني بقال هم جه زور له شهادة وصعد، ما أدري مو اكو تخصص، اكو الطام، اكو صخام، وقبل بعد صخم اجوك يصير حداد، مع احترامي للمهن مو شغلته. أمين وداعتكم اللي بسوي رتب، امي لا يقرا ولا يكتب، حاط لي مقدم وحاط لي عقيد، رتبه الضابط الحقيقي يتعب بيها كفخ يشبع مغمه، يلا يصير يلا يحطها على كتف، وهذا يجي شاد لي مقدم غمض وفتح وسوى له خط جهادي، وهو كان يضرب تشريب بسوريا، ما ادري وين امي، والله ما طراقيعنا هواية ما يخلصن. المهم خلينا نسولف الليلة جمعة يا أبو عبد الله. النازحون من تل عفار وعدوا، من ضمن ما وعدوا فيه نازحو تل عفار، وعدوا بالممرات الآمنة مثلا، وعدوا بالحكومة، قالت لهم والله نحن مستعدون لاستقبالكم ولمنحكم حياة كريمة ريثما تستقر الأوضاع وتعودون إلى مساكنكم، هكذا وعدوا من كثير من الجهات الرسمية، نازحو تل عفار وعدوا هذه الوعود. نشاهد هذه الوعود أين محلها من الأعراب. هؤلاء هم نازحو تل عفار، لاحظ هذا الطفل، هؤلاء بالأرض هيك بتشول،
لا مخيمات ولا شيء، يعني هذه الأطفال بهذه الطريقة تنام. هؤلاء نازحو تلافار يا قوم، لاحظ؟ يعني الصورة تتكلم فعلا، هذه الطفلة الحسناء فعلا. أطفال يعني على البحث على الأرض، أطفال هؤلاء هم نازحو تلافار. أين وعود الحكومة؟ أين وعود المسؤولين بالمخيمات، بالسكن اللطيف، بالحياة الكريمة، بالممرات الآمنة؟ الناس هايمة على وجوهها في الليل، وليل العراق الآن قاسي قاسي. مشاهدة التعليقات على صور نازحي تلافر. فيصل السلطاني يقول: ما دام ما نقدر نغير الوجوه الحالية، القادم أكثر بشاعة من هذا المنظر. مع الأسف كل ما نحتاجه هو صحوة شعب كبيرة. فيصل السلطاني يتنبأ بالأسوأ بالأسوأ. هذه الصور لنازحية اللعفر، إن ينتظرنا نحن الأسوأ طالما هؤلاء الوجوه ما زالوا في سدة الحكم. هكذا يقول فيصل. تعليق آخر من منى تقول: عمت عين الحكومة، لو أطفالهم هيك يخلوهم نايمين على الحصو، إن شاء الله تنامون وتقعدون على جمر. منى تقول: يعني السادة المسؤولين يقبلون أن ينام أطفالهم على الحصى بهذه الطريقة؟ لاحظوا هذه الطفلة حسناء، هذه الطفلة حسناء، حسناء عراقية على الحصو بهذه الطريقة. المسؤولين يقبلون هذا الأمر؟ منى تقول لا، وتدعو عليهم بالويل والثبور. تعليق ثالث على هذه القضية علي الربيعي يقول: المهم أعضاء البرلمان هسه واقفين بعرفة هذولا، والعيد شنو المهم؟ حكومتنا الرشيدة الله يخليها لنا. طبعا يقفون على صعيد عرفات الطاهر اليوم المسؤولين، ونازحو تلافار يقفون على الحصى بهذه الطريقه مشردين مشردين. تعليق اخير من عمار يقول: الحق عليكم ايها الشعب الذي ظل صامتا حتى على حقوقه وترك الاوباش ينهشون بلحمه. هذه وجهه نظر عمار، يعني يحمل الناس المسؤوليه انها ما زالت، يعني هكذا يقول عمار، لم تستطع تغيير هذه الوجوه الكالحة من المنطقة الخضراء. إلى تويتر. اليوم هو يوم عرفة، يقف الحجاج على صعيد عرفات الطاهر اليوم. فظهر هاشتاج، يعني أقول لك كان في الفيسبوك: المسؤولين العراقيين يقفون الآن على عرفات ونسيوا أمر نازحية اللافر. طيب، هاشتاج نشط على تويتر اسمه يوم عرفة، هذا هو الهاشتاج. نشاهد كيف غرد المغردون على هذا الهاشتاج يوم عرفة. علي التميمي يقول: اللهم اصلح أحوال العراق وأخواننا النازحين، وأبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بهذا الدعاء يدعو علي في هذا الهاشتاج يوم عرفة. تويتة ثانية على هذا الهاشتاج من عبد الله يقول: يا رب أسألك الفرج عن المسلمين في سوريا والعراق وفلسطين وبورما وسائر أرض المسلمين، اللهم انصر المظلومين منا وعليك بالظالمين. اللهم كثر المظلومين يا عبد الله، كثر المظالم والدماء في أرض المسلمين، يعني شرقا وغربا تسيل دماء المسلمين. تويتة ثالثة على هذا الهاشتاج أبو إبراهيم يقول: يا رب إني أسألك في يوم عرفة أن يعم الأمن والأمان في بلد العراق والوطن العربي أجمع، وأن ترحمنا برحمتك الواسعة يا الله. آمين يا أبو إبراهيم، ونحن نتمنى ذلك وندعو الله أن يحقق، أن يعيد الأمن والأمان لهؤلاء العرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. تويتة أخيرة على هذا الهاشتاج يوم عرفة من صالح الخماش يقول: اللهم نصرا وعزة وتمكينا لإخواننا المسلمين في بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان. هكذا يدعو صالح، ونحن ندعو معه يا رب. الوضع طبعا يعني في بلاد الشام وفي العراق، بلاد الرافدين وفي اليمن، ما بعد الكارثة. البعض يرى أنه ما تمر فيه الآن هذه المنطقة يفوق ما مرت به أيام أتى الغزو المغولي، حتى الغزو الصليبي. الآن نعيش يعني أجواء وأيام أسوأ بكثير وبمراحل. أصبحت ليس فقط جريمة، أصبح الموضوع عبارة عن يعني ملهات ومأساة، ملهات ومأساة تحدث في العراق وفي سوريا وفي اليمن. لذلك نحن ندعو مع صالح الخماش: يا رب أزل الغمة عن هذه البلاد وعن بلاد المسلمين قاطبة.
مشاهدي قناة رافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيسات وعلى التردد 1112 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايسات على التردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. حياكم الله مجددا، ما زلنا في اجواء عيد الاضحى المبارك. غدا هو اول ايام عيد الاضحى، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركه، وكما دعا كل المغردين على هاشتاج يوم عرفه، نسال الله يعني ان يكون العيد القادم والحال غير الحال. كسوه الكعبه نشاهد معلومات عنها. رزقنا الله وإياكم زيارة الكعبة المشرفة. في أجواء عيد الأضحى المبارك كذلك تأتي مسألة الأضاحي. المسلمون يحشرون الأضاحي، ينحرونها، لكن تركي، مواطن تركي، عرض هدية لمن أراد أن يشتري الأضحية من عنده. نشاهد ما الهدية وما الأضحية. Kilo geliyor. Fiyatı 26'dır. Bir alıcı varsa üzerinde de bir tane deri dolayıcı dolap vereceğiz. 26'ya giderse. Böyle büyük eğri bir hayvan bulamadım. 2 senedir yanımdadır. Çok güzel bakıyorum. Biz 7 hisseyiz. Arkadaşlar da evet dese paşayı almayı düşünüyoruz. Üzerinde Hacı İsmet bir derin dondurucu da hediye ediyor bize. Biz de bunun gibi hayvan arıyorduk. Karabalık aileyiz mesela. Art kavya yani. Rajul
نجا من الموت مرات كثيرة، فاعتبره من يعرفوه أنه نحس. لماذا؟ برغم أنه نجا من الموت، لأنه كل من يكون معه يموت، هو فقط الذي يعيش، فابتعدوا عنه لأنه اعتبروه مصدر نحس. وشاهد ما قصته. محظوظ طبعا. غدا اول ايام عيد الاضحى المبارك، كل عام وانتم بالف خير، عاده الله على العرب والمسلمين في كل اصقاع الارض بالخير واليمن والبركات. كمل الله.